بسم الله الرحمن الرحيم كل أنتوا عندها ويا الكسر دوادا كل أنك حمدي أو أنك جالس وجود بيني نوع مجال هذا نيروبي. برامج كنا كل أنك حمدي وحنو كجاه لنا حالة جود ذلك جارهان حالة السياسة دي دورشوين كحل جن لو جرو لبكوني لبعتن لبكوني كوي لبعتن ذلك الصومالية. وحي قال قيب قال يا برامج ك كل أنك حمدي أقوني هن الصوماليات أو كنا المجال هذا نيروبي. أنك يا جميل هذه أنك بلعبة وحافظ لسه دكتوريس هذا السعيد عيسى. وجبر أقويهنا وبرت نقالها شذا وكله وبرجها معدات وحين أقول على إيش حقوق الدمر كأنك سياسة ضيء وحبر شذا وح كل حاجة بروفيسور عبد الوهاب أنا راح دكتور عبد الوهاب شيخ عبد السمد أو إيش أنا شذا وكله برجها معدات أدنى أقول من دلول أرمها سياسة ضيء فلانقين تجيس ك سومالي رأي كم تهاي ووح بدن أتكو أركتين برنامج أن هرو إسكولا قلنا وشذا وكله وح كل حاجة أبو كات سكرية وشرعية قان أدنى وجه الأرمها سياسة ده وحنو كم دي هاي هي أدى حصرتها أدون كأي أي سي جي فديجي شو مجال النيروبي كسر دوا هذا مركه رأي تي في ينفرسل مجال النيروبي إن مركه حاجة وحن جعلان لها إن أنا أوجد قرنا إن برنامج كنا أنا سوون نمت أنا فلنقين إنه أه دور الشذا حل جن لو جزر ذلك سومالي لا بكون كوي لا بعتنك دتكو إن بدن واحد أرن إن كأرن نيروبي يمالها مركي العادها دعوته دت بدن وإن قفل بأوروبا إنه حل هلا أما حل دبانها أعطوا أما برلمان كي إنه كسر قيب قالوا أما ما دحوينا نقض بورسوين وتا إن مركه دور الشذا أي بلا بعتن وإسكع عادي إن إسبدل أي سومالي ذات وش عليهن مركز إسبدل أيالي رهذا إن من موجود إن وح قرشيسن وقف مركز اللجو دورنا يقول لي هاي ورقف كي هروجي كان أن أقول جور أو وحاس وحاس أو سياسة ذيك قبنا أي دقالي ذيك قبنا أيو إن هرو مركز ذلك أما شروع ذلك أود سنين بقول وكهاد لي إن مركز لقى صوت إسبدل كجود إن نجعلنا دان سومالين هاي محيطها عقبها هي ستة إن له لو أما قفك وحكو دورته ورقف كان محب بدلي كرا محا وقد يارسن شروع دي محا دقالي وقد يارسن محا وح برشة دي عافمات كي أرمي بلشة وقد يارسن إن وحنكو بلعب لها مركو هوري ما دام أي كل جد قف دمر نقل جوكتو دي توريسا إن هذا كسر دوو دي توريسا محي كلتها هاي محا نقوه لأن هاي دولة أدق أو سلق لغتا أو كاميس أرميه دقالها سياسة دا وح برشة دا وح والبولوغو بحنا أو دولة نماء وحقوري صحيح نهرت الصومالية واتي الصومالية ووضن مدى عادو بضن كسو جرتي حرب الأهلي كسو جرتي ماركتي ستيتسكي انستوشنسكي هاي كالذي أكبر بران كسو جرتي اسقاقبسي يدباتو وارلود ارور الديناد مركو حرت مركو هرا مركا عاد وحد وانا تكبلو دي هرت ماشا تاق انتاح كبعد انو حاد كفكري كرتا مركي يقوري سيد ولد الاساسي أما ترانسيشن هنقطه مركز دمي نقطتي معركة لقى ساري أنا وحيلتها هاي هرتا حدان حمر وحنتجي لو بقولي لكوي طبانكي أنا قام مركز رسالة كسمينة يا لو كوني كوي طبانكي أنا قام مركز رسالة أنا جروب أنك بدن أن كم بدنا هاي بروفيسور وبدنا أو كسمينة رسالة ريسور شيرينج ما دام أن وملينا إني وحيلة بدن يو إكونستيوشن كا يو سيتيزنشيب كحيلة بدن بعلاقة سمينة ما أنت هاي جود بيس حمر فبراير وحن أركا ده سومالي أنا حمر كلية مالك وحن أركا أنا بروجرس في عم بان أركا إن ده تكون وحيد هذا كوبكو ما ها فول با مسوى ها في إمتي هرت واتاس نمبر ون هرت بروجرس وال السمية لكن بروجرس كيل السمية ما ها وباهن ما ما وما ها عقبضوه إن هرت أنا وحنا مسنا هاي هذا كهر نواندي ليدرس قارون وإسوبت بدلين قاربة وحبي كدرين قارنا وحبي كتجان قاربة وحليي دولة قف كل ليدر كأه وحو كان يا سيدة دة كوليد جرينا يا أيو أجيهن هرت مركا إنكو هذه شر وحنو هذه شر ماذا حلق الله دة كل ليدر إسك هبل وحن ياي هبل واتوج هبل وقبيليست لكن دة كل لفت جود دولة دو إلين هل قف ما هلا بقف ما رئيس الوزارية مدح وين إيو قدومية برلمان ما هو دة دن أول حكومة يو iska daadad ka masaakiinta saad sheegaysid arrimaha bulshada loo adeegayo iyagu madaxtooyadii agteeda ma ba soo gaaraan iska da dadkii caafimaadka u baahnaa dadkii waxbarashada u baahnaa dadkii taakuleenta u baahnaa Soomaaliya kuwaasi waxba ma helaan meel kasta ba joogaan waxaanu ka hadlaynaa inta yar ee xukunka haysa iyo waxa iyo dadka ay xukumaan inta u leh awooda inay la jaan qaadaan dadka horta labadaba in la eego weey leaderiska iyo dadka u dhow dhow ay lead gareynayaan midowata wadankeena waxa ka burburay institutionski ilaa ay hadda constitution waxaanu haysanaa dhowr iyo toban sano jira oo aan ahayn constitution oo ah temporary
oo awalna kad aan bayse haayo meela aan la eegin wacyiga iyo wadanka iyo diinta iyo dhaqanka iyo sidoo ino fid gareeyay iyadoo la eegin la isku kad gareeyay haddana intii 12 sanado waa waqti badan in laga sameeyo number 1 laga dhigo constitution ka ku meel gaarka laga bedelo kum constitution ku waa sharci dadku sharci ba kala celiya ki islaanka ana kuma dhaqmayno ki dastuurki secular ka ahana lama refine gareen lama hufin ma haysano maxaa isku qabsanaya siyaasada constitutional court ma haysano oo maalin kasta ma aragtay dadka is haysta kala celiya oo yiraahda kana sax ah iyo kana qaldan electionka ayaa wuxuu noqdaa waqtiga hype-ka ah sidaan u hurudno sanadka hore waa farxad iyo baad iyo ciyaaro sanadka labaadna dawaab la iska qabsanaya ninkii qofkii madaxda laga dhigo mar qola ku dhageysa mar qola si deeneysa sida loogu jiro qacda iyo bacda laakiin dad inta strategy digaan marka ugu horeysa la doortaba ay yiraahdaan okay maxaan ka sameeyaa constitutionka ma ka dhigi karaa constitution hagaagsan gudimo u saari karaa hadda election ko kale waad u jeedaa electionka muddo laga shaqeynayay hay'ad election baa jirto wadanka waqti badan waxaad moodaa inay wax kayagu ka soo shaqeynayeen laakiin waxaad moodaa dhawaan horta muddo 2 sanadood March 2019 ilaa iyo maalmihii dhaweeyday December la isugu tagtay 1 iyo 2 iyo 3 baaba jirteyba intay madaxda ragga wadanka xukuma raggan leey wadanka xukuma inta isku yimaadaan ay ka gaaraan go'aan bal sideeba horta loo sameyn kara election Soomaaliya u wanaagsan systemkii iyo optionskii iyo wixii la isku sharciyadii iyo gudiyadii iyo wixii oo dhan hadda la bilaabay Dr. Cabdiwahaab waa maqleysay in hodan maxaa is leedahay waxaasa ka dhiman in dawladdi aas adag ay lahaato Bismillaahir Rahmaanir Rahiim horta runaantii waxaan rabaa inaan ankal iyo dhinac kale ka eegno waxa weeye election markuu soo wada Soomaaliya markay doorasho soo dhawaato la waxa jira laba qaybood ba jira qayb waxa weeyaan waa dad meenaha shisheeye ah oo lug ku leh electionka habka u dhacayo iyo dad oo deyl dhaqameed oo runtii ayagana macnaa waxa weeyaan election qayb ka ah oo qofka ay soo xulayaan iyo qofka ay baarlamaanka u dirayaan aysan haba yaraatee u abiyeelinin maxay qofkan oday dhaqameedka soo xulayo yaani waxa weeye ninka baarlamaanka galaya soo xulayo waa inuu marka ku fakiraa in mas'uul islaanimo ay saaran tahay mas'uul soomaalinimo ay saaran tahay qofka meesha uu dirayana ay tahay qof soomaaliya matali doono taa marka ma dhicin waxa weeyaan waxa keegayaan waxyaab badan baa laga ayay keegayaan qofkii naftirkiisa ay lacagsiinayaan yaan rag badan ma tu xarkaysa yaani man parliament u tartamaya oo lacag far badan soo qaadanaya oo marka gadanayo kursiga iibsanayo oday dhaqameedka runtii wuxuu fiirinayaa kii ma ku dhaqaale badnaa the highest bidder kii ugu dhaqaale badnaa uu barka baarlamaanka u diraya marka horta meeshii sarta ka qorantaas weeyaan oo qofkii markii marka baarlamaanka uu tago wixii marka looga baahan haba yaraatee yaani ma samayn karo baxay baarlamaankan oday dhaqameedku soo gatay dhaqaale badan baa ugu baxay isaga markuu baarlamaanka tagana waxa weeye dhaqaale kulu sameynaya marka Soomaaliya marka waxay noqotay marka fossil in la yibsay noqotay marka waxa qarannimo la yiraahdo ama wadana la yiraahdo haba yaraatee lama eegayo xaqwadiga marka waxaa jira marka dowlado fara badan ayaga danay arrimaha Soomaaliya danaynaya oo ayana saameyn xog ku leh waxa weeye yaani waxa weeye doorashada dhacaysa saameyn ku leh ama qaliska ahaadaana ama European Union ahaadaana ama Mareykan ha noqdo ama wadaba jiraanka noqdaane ayagana waxa weeye qayb waxay ka yihiin waxa weeyaan soo xulitaanka baarlamaanka iyo ninka madaxweynaha noqonaya iyo ninka prime minister noqonaya qayb ka yihiin marka taa marka waxay keentay in Soomaaliya markaad fiirisid 20 sano ugu dambeeyay way adagta way adkayd in madaxweyne laba jeer la doorto aad ayuu adkayd markaad eegtid taana waxa ugu cala islaada waxa wax kale ma ahan yaani waxa weeye public opinion markaad fiirisid yaani perception jir markaad fiirisid waxay leeyihiin qolooyinkan hadda imanka talada hayana qadar baa usoo socota lacag soo wada kuwan mucaaradkan ayagana waxa weeye imaaraadka soo socday leeyihiin oo lacag kusoo waday leeyihiin marka waxa weeye waa perception jir waa amrun ahaata ama been ahaata waxaba had bariyan soo baxday in la yiraahdo dowladda waxa iskale yacni shaqsi iskale maartay qofka heer nebel ayaa dowlad iskale yiraahda ay hadda bariyan soo baxdayba marka waxa dareemaysa marka yacni isu bedeli macnaa dowladaha marka Soomaaliya yacni danaynayo oo doorashada Soomaaliya aad u danaynaya ayaga maxay doonayaan adduunka marka fiirisid xilliyadii hore waxa jira dagaalkii qabow markuu jibo ku socday waxa weeye Mareykan iyo Raashiya ayaa loo kala safraa hadda dagaalku wuxuu noqday dagaal macnaa khayraadkii ku saabsan lacagta petrolka
الدجال كوساب سمعنا الدجدها كوساب سلو لقدي مركا وضبطا مركا قليل كبح يدنينا مركا الدجدها سوماليا إيه خيرات سومالي الدلالين كيين مارتي الدلالين كيين مركا وين مركا هو بيان قف كمعنا يعني بارمان كسوق قليو قف أي قال عكس سيارة نو جاي قف كبراي من السنة نقولنا إيه قال أي قال عقب حينيو قف كمدعمينا نقولنا إيه قال عقب حينيو مركا سوماليا مركا وحين نقطة مركا وحماش وحمركا سكار دينا والدلالين ويان يعني مك الدلالين أو معنا إنترناشنال وبعنا عالمية الدلالين بعنا وحوية ولوك الله وبعنا محلية أيها ودنك قعانتو كل جاي مركا كبف فكرة يا مركا ودنك مستقبل كيسي مركا وارتان كنتي إنا يماشي إيمان ويان مدحوينة أما يعني بالماتيريان فيشن له ومشن له ودل كان سمطة بحينة مركا مدحوينية برنامج مركا مركا أقول ريا مدحين لو دورتو برنامج معنا وحويان وبعنا يعني هرمانيت ووتم لها فيشن ومشن وقص عظم لها مركي معنا على دورته اللي نصدق العجيه فراه بدنا يقليش كي مرة يعني كله دورتين مركي مركا أسرق على دورته حتى حر وما قف قص يعني مدحينا ببرايمرس كذي جايو وين يعني رجع أسرق يعني مال الجليه وكلا تشتها مركو حيكيني سا مركو حيكيني سا إن يعني هو حكومة دي أما يعني سومالي يعني ودسنتي أيسن بحر هين با سومالي مركا أي نقطة مركا فوسيل ومعنا أي نقطة مال معنا وحوي يعني وحوي يعني وحوي وسومالي مع أي نقطة يعني والي اللي يبصري سبعين نقطة نقطة. مركز تاب مركز والله حي كنيسة إن دلكي معنا وحوي هل مدحينا مركز للدورته وتبرد بدبوك سون قوية وتبدبوك سون قوية بركي كنيسة مركز. مركز وأنا حد نظام كمان تصعده أو دورشة صابين تكره. وهذا ركز تاب مركز معارض نوربي كوشريان يعني لب بيسمينا يان ودمشي هذا يعني عن تقول الجرو كوي جذها كوي سو سو أجل مدويان مركز واحد مركز كين تبرد كفيشني مش الملاها. دلك مركز سلاس بتبيع مركز بره. دلك أنا سي يعني دكتور هذا شكت ونسجين ويبربرين ونسجين ويبربرين لا تنسى يبربوسين مركب دتك بدلك وحدتك وحاك لدعي نسجين لك لدعي نسجين دلتك نسجين مالها لدعينا مالها مدى لما دلك الدستور مالي دلك الدستور لهان لها قف كستو معنا وحويان يعني السماية خيانة قرن السماية ومحكمة المحكمين لها دلك الدستور اللي ولقي داري دستور مالها دستور كان ودستور كم الجارة وحشرع النغنى يا مركب الله عضية ما حا فكرة كدوان أو تدرس على بعض الأخترين اللي شو قال؟ إن أرتدينا كفيريين معنا أن أرتدينا كلام سكدي بلينا كفيريو إن سويل كصومالي دبعته كود عادي أيها أرتد الصواب أؤه حد وحيله حني تقول نسخان تهلا والأركاي يدقن على العان ترد الصواب أؤه صومالي ويكال إردودي وحنا كال إردية كعانكي وبربركي أو صوابي يس آمنا الدرد أو صوابي يديكي بدنا قبالك أبداعتي أيها وحو بربري دولة نمدي يقلبكي يودانية ديدان وبربري تاس مرك وحي السواب كدكتي صوماليا مرك ودى مدك ودقال سوكي كدعا سيوهشيان سيكي قدسنا نوهشينا ودى مدك خوابي كوهشيان أنا حبكي أم كوهشينا وحو نغضي حبيس قبيلوه سينس بيس قبيلوه ويهانا waxa markasta adkaan doonta is aamini dabarkay markasta waxa loo eelanaa qabiil nikasto yimaadana waxa laga fiirinaa qabiil laga fiirinaa marka dib u heshiisintii dhacday ayaan wax yar ka fiirinaa marxaladda hadda lagu jiro oo Soomaali maanta ay taagantay waxa lidaada marxaladda soo kabashada maaha institutions ma noo dhisno kabashan ku jirno soo kabasho waxa laga kabanayaan waxa waa dhidabada in loo taago burburkii nidaamkii siyaasadeed iyo bulsho ee burburay inaan dhisno waay hadda wax la dhisaa marka marxaladaan intu waxay horseeday in laga shaqeeyo is aaminaad in la dhiso is aaminaad si lagu dhisto kara marka hadiiba base-ka u yahay 4.5 is aaminaad yaa laga bilaabo 4.5 lagu dhiso xulashada waxa laga bilaabo baarlamaanka qabiil inuu ku yimaado madaxweynuhu wuxuu ku iimaanaa ra'iisul wasaaraha qabiil qabiilku ku imaanaa madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaaraha hadii uu ku yimaado marka ninkii qabiilku ku yimiday cabir qabiil oo yeelana bulshadana lama eedi karo barka waxay ka fiirinayaan cabir qabiil ee walba cabir qabiil uu ku yimid adiga uu ku maamulayaan cabir qabiil aad leedahay ra'yigi marka wuxuu naga noqday ra'yiga qabiil naga noqday institutionalist marka waxay ku dhisnaanaysa marka waxa loo baahan yahay Soomaaliya inay u gudubto arinta xalbeega siyaasada qabiilka laga gudbo ee loo gudba xalbeega dhisida social trust waxa naga dhumay is aaminaad bulshada hadii is aaminaad bulshada ma arko waa inaan dhisno waxa loo tiirinaa federaal walba reer hebel inuu leeyahay federaalada markay buuxa dhaxdhaco reer hebel loo tiirinaa madaxweynihiin hebel loo tiirinaa marka waxa la gaaray xataa ninkii qofkii Soomaaliga ahaay
ee rajada lahay siyaasad lahay fikir lahay inuu tartamo rabi lahay xataa waxa culays ku noqon doona qabiil oo qabiilkiisa boosashka uma tartami karaa imaan karto ya marka aniga waxaan ka cabirayaa waxaan ka fiirinayaa problemka ugu weyn waa halbeegga siyaasadda oo qabiil naga noqday awood qaybsiga oo qabiil naga noqday dhaqaalihii oo lagu fiirinayo qabiil lagu fiirinayo marka waxa marka taas ay hor istaagtay fikradda dhahayso waa in siyaasiga laga helo khibrad way aragnimo aqoon daacadnimo way tirtire marka halbeegyaa qabiil ah dowladnimadu waxay ka bilaabanaysaa golihii baarlamaanka sharci dejinta in la dhiso oo odayaasha ay soo doortaan doorashada ugu horeysa ee aasaas ma u noqonaysaa madaxweynaha berri aan helayno qaabka loo doorto baarlamaanka horta soomaaliya waxay qaadatay parliamentary system of governance ay qaadatay oomina qaabka baarlamaaniga ah laakiin waxaana sabdaro ayaan dara ah in qofka macnaha aysan doonayn dadka aysan dooranaynin oo macnaha qofka soomaaliga ama gabadha soomaaliyeed boosaso ku nool ama gabadha soomaaliyeed xamar ku nool ama gabadha soomaaliyeed kisbaayo ku nool ama gabadha soomaaliyeed yacni gurceel ku nool haba yaraatee aysan dooranayn qofkay rabta ayna dooran karin marka hadda waxaa la leeyahay 110 qof ayaa dooranaysa 101 qof ayaa dooranaysa 101 qof dooranaysa inta badan waxay badan odayaal bay u badan yihiin odayaal dhaqameed bay u badan yihiin odayaashii dhaqamarkeedii beeshiina kursiga ninka askala marka la yidhaahdo oo kursiga ninka ku tartama la yidhaahdo afar wiil marka imaanaya oo macnaha kursiga ku tartamaya yacni bedelkay kala saari lahaayeen kee macnaha yacni aqoon leh kee ummadda soomaaliyeed maanta wax u qaban kara kee maanta yacni vision leh kee maanta yacni waxa weeyaan la gadan karin kee maanta yacni waxa weeyaan dacad waddankiisu ah waxaasoo idin lama fiya laba eegayo waxaa la eegayaa oo keliya kee ugu lacag badan kee lacag badan bixiyey kee laandheera ah kee macnaha waxa weeye qabiilka wuxuu soo gooyna waa halbeeg adi ninkan uu ka shakiyana walaalkay ka shakiyana weeyaan marka nidaamkaas ayaa wax ku qiyaasaya marka ninka isaga saameynwaykulahaanaysaa kii isaga marka waxaa loo diray baarlamaanka marka la geeyey kii nidaamka lacagta lagu soo xulay oo macnaha lacagta la soo siiyey oo kursiga soo gatay isaa soo gatay wuxuu imaanaa marka baarlamaanku imaanayaa baarlamaanka markuu yimaado waxa ugu horeeya ka fikiraa waxay tahay yacni waxa weeye lacagta inuu soo celiyo yacni meesha ma joogo oo keliya yacni dan soomaaliyeed dan qaran dan umadood ma joogo wuxuu joogaa oo keliya sidii lacagtii ugu baxday isagu soo celin lahaa marka wuxuu fiirinaa marka raggan taagan kay marka qatar wadataa kay imaaraadka wataa kay sacuudiga wataa kay ingiriiska wataa kay etoobiya wadataa kay kenya wadataa kee ugu lacag badan oo lacagta ugu badan heli kara waa kee lacagtaas suuqa marka qaadanayaa marka waxa weeyaan hadhow marka maxaa soo baxa marka waxaa soo baxaya madaxweynaha isagoo kalaa soo baxa isagaa waxbaan dhaamin ayaa soo baxaysa waana halka soomaaliya maanta dhibka ku taagantaa weeyaan waa halkaas maanta soomaaliya waxaa weeyaan dadkii saxdaha oo waddankan hogaamin lahaa ama samato bixin lahaa gacanta loo talo uguma jirto dadkii intellectualiska ahaa waxaa dhacay waxaa loo yaqaanaa yacni intellectual failure dhacay dadkii markii intellectuals oo dalka badbaadin lahaa way failgaroobeen maxaa yeelay waxaan tusaale kaaga soo qaadanayaa tusaale yaran kaaga soo qaadanayaa waxaa laga sheekeynaya south west state of somaliya markii odayaasha ay xulayeen yacni ragga ama gabdhaha baarlamaanka gelaya waxaa la sheegay oda dhaqameed soomaaliya inuu soo xulay nin macnaha waxna qori karin waxna aqri karin oo asaga jifadiisa ka socdo waxna ma qori karo waxna ma aqrin kara marka waxaawaaye waxaa ka dhaadhacsan marka baarlamaanka waxa un loo tagaa in laga qayliyo qaylo loo tagaa marka kee qaylo badan meesha taga marka baogu marka baarlamaanka inay sharci dejinayaan in sharci laga doodayo in komitiya ay leeyihiin inay hay-ad sharcidiyo ay tahay kamuna dhacsana marka tii marka waxay keentay marka qofkii dad macnaha waxay keentay baarlamaanka inay soo galaan dad macnaha competent ahayn oo maan u qalmin jagadaan u qalmin in macnaha yacni ay soo galaan taxi driverskii kuwii looriga wada jiray kuwii macnaha bum attendanceka macnaha yani waxa weeyaan kuwii failure ku noqday the failure in life oo macnaha yurub ka imaaday inay baarlamaanka soo buuxiyaan maarta oo baarlamaanka markay ka dhex buuqaan oo baarlamaanka marka uu noqon waayay baarlamaan macnaha gudto hawlihii loo idmay ama hawlihii loo inkooda gudto baarlamaanka marka uu noqonaya baarlamaan yacni dooran waaya madaxweyne dalkaas matabixinaa dooran waaya marka dhibka walaal meeshaasi ka taagan tahay cabdiwahaab marka aad fiiriso marka doorasho ay dhacayso inta badan hadda dhaliishaadu waxay ku socotaa baarlamaanka oo beyskii hore dowladnimadaba ahaa laftirkooda sidee loo dhisi karaa oo looga dhigi karaa dad tayal waxaa laga yaabaa 324 waaye baarlamaanka soomaaliya dadka actifka oo shaqaynaya 30 ma dhamo ee la yaqaano oo ama shaqadoodiiba ku dhex jiro muuqda tirada guud marka laga soo tago sidee ayaga laftirkooda loo diyaarin karaa oo baarlamaan quality leh oo tayale oo garanaya inay dadkan wakiil ka yihiin shacabka soomaaliyeed meesha ay ku fadhiyaan walaal fiiri
إلا قبل الصوماليات أما أذق الصوماليات معنا وحويان يعني لا لا أقل هذا ينو الدور تقف أستجع أورها بالدور تاد ولا جور تجي ولا جور تجي هاي عدي عدورش عدي قف الجاره ولا جور تجي قذق الصوماليات قبل الصوماليات هويد الصوماليات ويلك الصوماليات ينو الدور تقف أستجع دون أي دور تو أو برمكم مثل ينو الدور ولا جور تجي لبعتسنا ولا جور تجي دورش تطلع الوجر اللي هي دورش عدي قف ودك على مجارسين هاي دسور كلام هاي جاجيني محكمة الدسور لما ما لها جاجيني وحاسو إذا وحويان وحيا برونتي دد معناها يعني كاتلسا كاتلس معناه يعني وحويان وودنك يعني سياسينا يكو أشي شيء أي سكر كرنا يا مانك سكر كرنا واي ورنتي وحويان يعني ما تذكر الصومالي مارت عقليه مسكحه ما يا مقايدة كفرتين مقايدة كفرتين مارت مارك تاس إلا له العط قفي 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 قعد علي قفي له يعني وحوي رنتي ملهريس بربان سعملي ملهريس ده وحال أذيعان أذيعان بيش كوي ما نفتي كيسة وحال عي كرت مارت نفتي كيسة وحوي يعني أذي معناه أذيع صحيح وصحيح بقى وهذه يعني قبيلك يعني سكن ليجلي ويا هاي وحد يعي كرتينك ودورنا إن العكسيون ويا هاي كان العكس بحين أمرك حق تنسن العكس بدو العكس برادنا يا والصومالي وأنسيل وحن الصومالي وادو حوي وغدل أكشما يواي وحنا أكشما يدك كذا أكشما يدك ودك ولا شيء أي عندك ونحيلين أكشما يا مارتي مارك أنت تايس عطو ولا هالسوقين معنا مدعوين الطيارة هالسوقين برايم لسه الطيارة هالسوقين يعني برلمانتيريان الطيارة هالسوقين سواء قلت ما يعني قف ومد الصومالي اللي أنت كتر إنه صباحا هالسوقين تايدا دكتور إيش هذا and gudi ajray oo gudi heer federaal iyo gudi maamul goboladeeda ah oo ka shaqeynaya doorashadii iyo nidaamka doorashada ee la isla qaatay la aaday oo sidii loo diyaarin lahaa doorasho in la galo and laftirkooda time koodu waa dhamaaday gudiyadina diyaar ma aha maamul goboladeeda xataa raisul wasaaruhu waa tuu ka hadlay ma soo diyaarinay and maxaa isleedahay maamul goboladeeda sababtaas ay uga gaabinayaan oo dadkii ay shalay lahaayeen doorashada waa inay waqtigeeda dhicin waqtigeeda dhaafin iyaga hadda dib gurashada ay u sameeyeen Soomaaliya ma aha qof soconayo oo توسن أو عفمات قبل الصومالي وقف جيران أو سرير سارن إنستيوشن كيدي لا دستور كيدو أنو هكاك سنين وحلا كلا سارو أو شرع اللي يسوك الرول أوف لا أو هادا شقين يا مجرتو إنكو قبيل كلي ياك شاكين سانة سلف انترسكا تن تقار اياك بدن قبيلك إمك هادا سبشالي قبيلك وارون أو وحنقونا يا واسلانك تكسو فولي سيد سياسة دا لكن مركا دما سي آن لغو سي آن هاد انترير كي نوكال تان آن سقو ريتشن وانا تسمي ستيد كواد سقو دنتهين دين عكس تبها نقطه قد دا هادا ادي ويدي سي وحن مقلي إنك هاد قار مامل قبلي دوسو سهرين وارون وقت دار بقادتي مركي حمر لي سقو يمي هشيس كلا قاري وأنا يشيلان واحد سيستم دردر قرينية هرت ده مجا عابس الرئيس الوزراء هلفت جيسو هذا ويك بيدن تانو ملاينة يا سد حفر عشوي مركا يقلفت جودو حلقة يا با وحي والوضع السياسة دينا يا يقلفت جودو نسلهاين قف كيف فلين لا هرت ماشي هلك يانو انت ايدان مجا عابين هذا واحد نركاي ان الله شلي لا بس سد حجروب أصو مجا عابي ان دتكي أمتي لها دور شدة هرت تاسي وامد system key had the lesku afkartay maalintii dhaweeyday la joogay muqdisho wuxuu ahaa system election oo aniga laftigeeyay maanta maybe anu authority umeli election ka anigu dhaqaalaha iyo finance ka ayaan bartay laakin in badan oo wax ka baran karo khibrad waan soo ogaa waxa la yiri waxa soo dooranaya doorashada hadda xilibanada dadka soo dooranaya dawladdu qayb ka mid tahay civil society qayb ka mid yihiin oo beeladiyadu qayb ka mid yihiin dad laftigeeda ayaa a recipe for disaster welina looma saarin iska daa gudidan doorashada oo lagu soo probable xilay lagu soo xulay si uu laakiin technocrats waxaan authority u leh oo aqoon u leh oo system ka hadda la isla gaaray kas xitaa hadda bilbay naga soo wareegtay bisha hadii dad loo sii diri lahaa looran lahaa bal ka shaqeeya wixii hadii la rabo sidii la rabay inay u dhacaan ka sii shaqeeya ma sii options menu of options koow laba saddexdaa group miyay sii adkaynayaan oo complicated by process ka dhigayaan mise way fududaynayaan maxaase laga faa'iidaya walaalkay sakariya iyo doktorkaba waxaan ku raacsanahay systemka 4.5 ka baynu ku noqonay hadda waa ayaan daro laakiin aniga way ii cadayd in doorasho dadban la gelayo waayo one man one vote or one woman I shouldn't say one man one person one vote ama hal qof iyo hal cod wuxuu u baahan yahay waqti dheer hadda in la geliyo waa xusuusatan Soomaaliland intay ku qaadatay in prosesska laga shaqeeyo hal mar baa baarlamaankooda lagu soo doortay innaga marka prosesskaasi waa hayaan dheer
oo u baahan shuruucdiisi oo u baahan maarkta processkiisi oo u baahan waxa soo dhan wadankeena qayb badan waxa haysta al shabaab wali lama tirin maarkta dadkii een waxaan idhaahdaayay dastuurkeena waa qabyo marka horta waxyaalada badan oo instruments wax badan haykala badan baa inaga maqan hadda iyo dan intiyo inaga maqan ba haddana processkii aniga saan aaminsanahay 4.5 ki awl ba 4.5 haaraan buuha inkastoo xal barigii hore loo keenay laakiin hadda dad baa ku dhagano waxay dhaar ku marayaan inaan 4.5 Soomaaliya waligeed ka gudbanay wax kalena ma aha waa self interest qaar baa ku faa'iiday 4.5 qaarna waa ku khasaareen kuwii ku faa'iiday waligood taas ay u haysanayaan imika dadka la soo xuli doono oo processka lagu soo xuli doono haddaan haddada xilligan la joogo aan loo sameyn aqoontii iyo kartidii iyo cilmigii dadkii ka shaqeyn lahaa oo oran lahaa saddexda system ba waxaan lagu heshiiyay inta 1 2 3 4 baynu haysanaa afarta option keeba ugu roon keeba waqtiga loogu talagalay een waxa lagu dhameyn kara keeba cadaalad ma filayno tira badan xaq ma filayno tira badan laakiin at least damage ka ugu yar ka ina gaarsiin kara waa kee oo wadan bal at least waqtiga soo socda oo la filayo ma hooyooyinka badaha ku dhib biyaha ay wabiyadu ay ku dhacay iyo dhalinyarada tahriibta iyo shabaab ku haystaan iyo dadka gaajaysan iyo gabdhaha maalinka salaleeyay waa la kufsaday dadkii u soo kici lahaa oo wuxu tari lahaa qofkii noqon lahaa horta Ilaahay xaqiisa hadii runta aanu hadlo maanta aanu joogno qofkii Soomaaliya madaxweyne ka noqon lahaa meel buu sudan yahay xaqa Ilaahay فكل ما قدر الرحمن مفعولا لكن سيستم كي لو سو صار لها او عدالته كو جيرتي او الى كبقشده كو جيرتي او سومالنمد كو جيرتي او قف ددكو انتي ايغان اوديا بلديدو ايغان اندها اي سوماليا ليدا اند فيعن مالي او اي ايغان ماركتي ددكا باهيسنها ايغن افرت قف هي وحايستا افرت قف وحبرتي ميلها عرريا افرت تكنكرات افرت وسير ماها ددكا دولتو ددكيدو ددكا اي وشقينيسو وا ددكا اي مامشو وا ملايين سوماليا oo maalin kasta dhibaato iyo badfuran iyo maxaan dhahday webi iyo dagaal beeled maalin kasta dagaal beeled maalin ba qolaysaysata markii qofkii u soo bixi lahaa een hadii xitaa Soomaalidu keen lahayd waxaan ku raacsanahay Cabdi Wahaab Soomaaliya Soomaali male hadda ama jiclaada ama iska daaya Soomaali faraha la inagu la jira een dadka faraha inagu la jiraana kuwa hooyadeen dhashay ma waa dad oo iyagu laftigooda interest kale een waxay soo hadal qaaday een abaay hodan in gacmo shisheeye ay nagu jiraan dalka Soomaaliya waa dal xor ah een dad wax bartay inuu leeyahay inkastoo dagaalo badan iyo wadanka uu ragaadiyo dhaqaalihi wadan dhaqaalihiisu hooseeyo uu yahay sidee looga gudbi kara gacmahan ku jira oo loo heli kara muwaadiniin Soomaaliyeed oo u istaagto waxa inay taariikh ka sameeyaan een horta waxa weeyaan xamdi midna la ogaato muhiim weeyaan dadkan siyaasiinta ee amniga Soomaaliya siyaasada horboodaayo wax badan baa ka qaldan arabtan hadda dalkan Ilaahay ku siliday dalkan Soomaaliya Ilaahay ku siliday ee ay doonayeen inay iga soo xulaan qofka baarlamaanka noqonaya ee ayaga doonayeen soo xulaan qofka madaxweynaha noqonaya yaani waxa weeye waa niman dalalina weeyaan waxay ka dilalayaan shirkadaha waaweyn ee petrolka ka dilalayaan waxay ka dilalayaan wadamada weyn ee horumarisay Mareykanka iyo Ingiriiska waxa la leeyahay dad siyaasiin oo Soomaali oo yiraahdo Carabay annaga iska dilalina waa noqon karnaa bal idinku kaadiya dadka macnaa ayaga soo dir inta la fadhiisto oo macnaa waxa weeyaan breaking the leftisto la yiraad warniyo maxaad naga rabtaa khayraadka aad u baahan tahay aan kala qaybsana dalalinta aanu soo dirisna nagada nin siyaasi oo Soomaali dhahay leeyahay ayay leeyahay runtii waana tan keentay macnaa waxa weeyaan qof kasta Soomaali iska noqoto free fall qof kasta iska dhagaxayna maartay wadamada jiraanka ay dad soo dirsanayaan wadamada carabta soo dirsanayaan maxay dekadahaas iyo khayraadkaas isku ayaa isku leynaya marka ilaa la helo dad Soomaali ah oo fahamsan waxa meesha ka socdo fahamsan dalalinta inta dhinaca isaga riixaan dadka ay talada ka goodo la fadhiisto oo marka yacni wax sax u ogolaado waxa weeye Soomaaliya dhibkan kama baxaysa Soomaaliya iyo Congo iyo Sudan intaba saddexduna afka ku yaala nabad kama dhacaysa ilaa khayraadka laga heshiiyo wadan yar weeyaan oo 15 milyan ka kooban xeebta Afrika ugu dheer wata yaani waxa intaas oo kaluun oo khayraad ku jiro intaas oo macdan baa ku jirto intaas oo cina petrol ku jiro dadkii markaas dadkii ku soo qubadii ku soo duulay oo weyna wax la fadhiisay ilaayeen wax la fadhiista oo macna waxa weeyaan yaani waxa weeyaan wax u qad ilaayeen marka hadii markii taa la waayay marka waa in dalaliin la soo diri weeyaan oo marka Soomaaliya marka ay qasaan marka taas marka waxay keentay in qof saxab marna uusan iman karin
وحويان يعني فيلا صوماليا وصنقوا إيمان كرين قفكي ما ذن ويقف معنا كومبرمايسا ومعنا وحويان سيد كلمة كل واحد بيحكي لو حيتاي هبرت الصوماليات ما أنت يعني وحوي إذا الصوماليات اكتربوك الدجن فا على معولي هذا أنا إذا بحس كونتربوشنكي أي مركة كجور تقلهت لقراء عرفتك إيماني هل دولار ذي بعيان ومعنا هل دولار ومعنا سكوت اللي قاضه وجامعاتها اللي قاضه وقراصته اللي قاضه ومركة مركة يكون دورتان يعني وحويان قف معنا بالمنتريان أو دنيا قف بالمنتريان معنا وحويان أو معنا وحويان وأقول له كدبنا أي دورتان قف صوماليات ومعنا مسكحي سحرتاي وهبي يراتي أن وقت قالوا قد دورنين وهبي يراتي ودس الشيء معنا هوستي هوستي جماعة الله يستوى هين تاو حلوه بيحي كنا مركة إن دتك جوغ قراصة صوماليات كنت بيش بعيان ومركة وحويان نينك ويلك الصوماليات ترتمية بالمنتريان كاه موادين كاه معنا يعني وحويان ودني كاه إلا التاقيرو وقد قالوا ذيكو تاقيران سيمركة قالها عربت كيمانية قدر كيمانية كيمانية معنا يعني إمارات كيمانية السعودية كيمانية أمريكا كيمانية إنجليز كيمانية ودمجرة كيمانية لوجوجيو ومركة أي نقطة دتك الصوماليات إسكو تشتان إسكو تشتان هذه ماشي بالعقل نقطي ويل صوماليات ومعنا كرتلة ويل الصومالي ده قول له ويل الصومالي ولقو دورت العكس الصومالي ولقو دورتين ماشي مدلو باني واسيدك اللوغوس بتبعي كرواي هذه تا يدعوه إيدو معناه وحاوه يطبق سنصوص عصام تيهانا الوجرية تيهانا يا الوجرية هاوه يراتين انسحنا ميري سيد إلا قيلة الصومالي لبوبة هذا داركي سيعن يعني وحاوه يعني ماينينغ أكسودة ماينينغ ودنك الصومالي قويس وحاك أكسودة ماينينغ يعني معدنا طبعا انت القضنا يا بوريكو يا لي معناه يشيك بورها كبا كل وقت تجينا ما هيستا قال قلنا ما كاتي وحلي وحب بلايا كسرت عليه بلايا كسرت عليه وحوى حواي وحواي وحال وحال يراني يمكي يمارتي وحلا وحي دائما كود كجرا يا 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 لقاضنا يا الله قضنا يا شرع درا لو قضنا إلا شرع مجرى دولة مجرى تصمد ولا كلو قبي قبيل قبيل بالله قال يا رسول دري وسود إذا أفكار سكري شيء جاي هل بق وحواي قبيل ويهن مركو عايش سومالي ملاهي كنوك شو حواي وحوى قبيل كويان قبيل كأسرع يا مركو سومالي الله يسوع قري ومعنا وحوى يا رسول دري يا أي قال إسكهور كين يا سيمك قيادات كذا لبابا. مدحوين عبد غاسم إلا يا دولة أن هذا مدحوين فرماجو دولة والباء أفر سنة جوكتي اسبدل السعودي دولة دي تنكلي وحكة حسا مين والباء مدي هراي وحي قبطين لما يسترتا مد كستنا أفر تسنة الله إجمد يدا وحي عبي الله جب حنا إسد لما عنا كتتا رئيس المشاريع بعنا سدوك على صامري محاس لا ذا هي أن وحاس أوبا هانت هاي دولة دي مده. oo looga baahan yahay inay koob 2 3 4 waxa ay sameeyso qabato dawladnimada sideedaba waa nolol socoto oo aan dhamaadkeeda qof qiimeyn karta ama ogaa karta aan lahayn inta wax barato oo dhan waa nolol socota lidaada mid kasta oo nolosha socota meesh uu ka maraayo uu ka bilaaba qor isu dhiib waa kan kale u dhiiba dawladnimadu marka maalin batalaaba lagu daraa mana dhamaato hadda wadanka dunidu ugu hormarsan ugu dhaqaalaha badan ugu weyn maraykanka waa ولي وحكى فكران برسبكتيف سيلو جاري كلا إيه دقالة في سكول فلان سيلو جاري كلا أمد سكول فلان سيلو ولي كيف فكر يعني مركب أنا كصومالي تيم كل شيء جرنا حديث أمريكا أوسو جدا دعاء إلا عن عرت إلا إيه هذا مربط طلابة للمراية مركز سنة طلابة بس تفعل قادة ودولة بدولة يودي بس يعني أنت صومر تعرف إلا هذا دولة يقول اللي يد توا دولة هذا جست ومد أب يقول اللي ذاته أو حال طلابه أو لسديه كروي كو طلاب ساتي أنا دبت الريليف كو دمستير كيدا أهين أنا هو معك وعي سميس مامو القبلة دي دي إيه دا مدى حيس لقالين ما هين إني إس لقالان إيه دي إيه محمد حيس لقالة قبائل كي إيه دو مدى حيس لقالين أولا كلا شكية ما هين إني إس لقالان إيه دي إيه إيه دا مدى يمعالك سكالة بنام بحايا لسوق إلناي ما هين دولة دان مركي حلك اللو دي باي سدح من ديت أو عد أيام موقت الشعب ككفيلين إن الدورة شحلق في هالعودة جارسيان إذا ما إن الإنسان سكفلان إن حدوده جاران والدستور كان رفرن دم لوك على سدح هذا سالك فيلاي هل كوكو كوري اللي كفيلاي سيد الدولة دي شريف أحمد وحلق فيلاي الشباب حمر إن كبد حسه دستور كأنس حسه دورة شطل كلوكو قبتال كفيلاي وسمي حسن وحلق فيلاي إنه سمي مامو القبلة دي لما يستره دورة شحلق في هالعودة أو قبت وكري واي دور شالقه في حلقه وانه قبطه مامول قبل دي دو دمستره لكن دولة دان وحق اي قبطه او مغضبه انه بمجرد او الله ديه كار حق مركا لغا هلا دور شاله توس مركا قعانتا دات وحانو تاك توحي يدينا كهدلو قد دور شاله حد مامول قبل دي ده ايه دولة دا فدرالك ايه الشيسكا كجارين بشي اللي صور دافي وحاكو تالو الشيسكا ايه ودا جارين
وحالون نقول يا هول قدر ما يا الله بكون تبان يلحد وحي أنا لجان قاعد كان الله بكون لباتني كود وحلاص ما يبى ما بلحب ما شاء الله شكله يديني سجبده ما بلص ما ينبى ما نلوب بعنا هشيس كي كتال الله الله بكون تبان يلحد الله نقول resolution kasidoo ahaay dispot resolution kasidoo ay la raaca gudduga doorashada sidaa la raaca qaabka uu shaqeynayo sidaa la raaca wax gadisnaana male taas marka waxay tahay sida ay sheegtay doktoraysada ayaan daranka koobaad laba waxaan ku dhaacsanahay Cabdi Wahab ku soo celcelinta oo markasta ku soo celcelinahay dadana u qalmina baarlamaanka inaad waxaan ku yimaadeen lacag laakiin aniga lacag kale kuma daraaye lacag iyo qabiil qaldan أنا تحسن قدر الله العك إيه قبيل قدر العك اللي مش قيس صدان لنا هنو العك اللي هو دتك إنه وعول عيننا عين كده جينا لكن سقل دونه قبيل كان نوقله إيه سقل دونه العك تنوقش الرماح دقال هو كله دوله ده وخبط كأيتر سنة كم تاعي أي مثل في ري يبان جد عندهم كي يسوي وما نتجرين أهرين أسس عتود دوله تكون رئيس إيساب اللوذي ما لك استوحى أننا ضد لشوع علينا أو قربه ما لعك حرنا أو ضد لو جسوع علي رئيس الوزراء ما دحوي نسد حسن يبر إسنا سوق عاري خبط ميسا كم بدهين؟ سالفة أرمها الدبت الرليف كو وولد بانك IMF كل عليان غف نغاله برطانا ويجوكتاه إن أكهار لدونا والسيستم لدجي أوليير الراع ميدا أيق الدكسدين ماه أرثر نمبر وان لكن راعدة أي راعين إذا نفتر كيدا بأمانة كل هذا الوصينا لكن مهمد ما دقالها إيه مس أمنية muhiimadu ma talaabo xuruqaad laho dawladnimada in la gaara mas maxabiis la soo daayo hadda maxabiis la soo daayo qiimo iga dhigaysa dadkii gudaha ku leedeen maalintii 20,000 qof oo kuno ruuxad ay ga dhimanayso adiga 10 wiilo la soo daayo xigmad ay iga dhigin in debtor relief ha dhacay markaad leedahay meeqa baahi u dhimanaysa adiga dawladan waxay ku dagaalamaysaa kaliya in ay hesho deyn horle deen hor la markay heesana si iyada ay arimeed ugu kaabato imaana ma aha programka in dhaqaalaha kor loo qaado GPD geena kor loo ma qaado dhaqaalaha kor loo ma dawlad maalna habeen waxaan wada doodeynay wasiirka arimaha dibadda oo ka hadlay isaga ee kan maaliyadda dhaqaalaha Soomaaliya Soomaaliya dhaqaalaheeda in ka hadasho dawladda Muqdisho waa khald marka canshuur meel ka qaado Muqdisho kali dakhada ma ma soo Muqdisho kali erabaar ma ma soo muqdisho kaliya marka ma Soomaaliya ma muqdisho kaliya hadii halbeegam uu naga noqdo muqdisho kaliya halbeeg naga noqdana iyadana waxaan qaldayna dawladnimadaan qaldayna hadii uu naga noqdo halbeega amniga iyo nolosha muqdisho kaliya naga noqdo dawladnimadaan qaldayna aniga waxaan ka arkaa in xagga institution ka maxay u dhismi la yihiin maxay loo hormarin la yahay shuruucdi maxaa loo dejin la yahay dadkii maxay isu aamin la yihiin waxaan ka arkaa aniga laba shayaal ka arkaa ko faragelin waa qaba inay jirto waa la qaba walaalahay laakiin waxa iga muhiimsan khibrad yari aqoon yari siyaasadeed dad iskoolowiida rabaan a siyaasada Soomaaliya soo doonta iskoolowiido baburka markaad baranaysaa hata waxa lagu sameeyaa fareena dhinacaada laga sameeyo oo laga ka qabanayo waxaan aragnaa madaxweyne iyo ra'iisul wasaare Soomaaliya ka noqdo oo waligiis agaasimo dawladeed aan la noqon oo waligiis macallin dawladeed aan la noqon oo waligiis xafiis dawladeed ka shaqeyn ma yaa ii sheegi karo waxa ay bulshadiisa ka filanayaan ninkaas abukaati sakariye wuxuu xogaa afka ku dhuftay in dadkii masuuliyiinta ahaa ee dalka Soomaaliya ra'iisul wasaareyaashi ay kala duwanaa ee nolba aqoon u gaar u lahaa arrimihii dhaqaalahana sidoo kale arabku ku dhuftay adiga dhaqaalayahan hoona la joogo dhaqaalaha Soomaaliya sida hadda dawladda ay wax u waday iyo dawladii ka horeeyayba ka hadli doona xaas ra'iisul wasaarna waad ahayd oo ra'iisul wasaaraha uu durayo kamid ahayd qaybta waa soo galeysa ma leedahay ma isleedahay dadkii waddankan soo maray wax xaqal dhamaan laakiin dana dad wax bartay oo wax soo kordhiyay oo wax qabtay ahaayeen hadda ra'iisul wasaarihii ugu dambeeyay kala ta 3 sano ee baray dawladda wada shaqeynayeen dadka la soo deynayay horumarka dhaqaalaha la sameynayo xukuumada qabanaysa asaga hormuud u aha ma aaminsan tahay in wax la qabanayo horta bismillaahir rahmaan rahiim ha waxaan aaminsanahay in wax la qabtay sidaan sheegayna Soomaaliya waa work in progress waa shaqo socota wey oo qofba uu dhagax xamidba ku darayo dawladda hadda dawlad waa run laga bilaabo dawladda Cabdiqaasim Salaad Sheekh Shariif horta dawladdan waxay ku guuleysatay stability ama waxyaalaha la yiraahdo durability of institutions badan ma jiraan laakiin waa dawladdu ugu horeysay oo almost ra'iisul wasaare saddex sanood iyo madaxweyne isla soo jireen
يا وحي كم بتهاي حسلونه ده السياسة ده كم بتها حاول بدن قدام أورن كرنا واحد بدن بصح ما وإحنا واقل دمين لكن ده قف كوح حق ولا يه وناجا وين للسيوي سك سبعة قوة الشقيان صحيح قلت بلكن هرتوي وده شقيان أنا I think وحنا مسنا هاي إني لبدو ده بكرنا ما يد إني وده شقيان أو شيء ده اسمر بدن ولا كوي كهوري بتكاليسا laga bilaabo transition key markii laga lagu jiray wana Soomaalida ayna noqon ba federal republic iskeeda u taagan sheekh shariif saddex raisul wasaare soo maray saddexda raisul wasaare midba waxbu ku dare ki ugu dambeeyay waxa road map ki buu hayo transition key ba laga baxay dad ka laftigiisu waxa weeye inagu waa inaan wixii saxa mid kastana waxbu ku soo dare laakiin waxa jira success ku Soomaalidu hadii jeer ma eegan hadii jeer koobku wuxuu arkaa inuu half empty yahay markaan waxaan aaminsanahay inuu xamar saaradin sheegay waxaan tagay 2011 een hadda markaan tagay ugu dambeeyay February een wax weyn oo progress ayaa ka muuqda xamar waa caasimadeeni waa run oo problema badan baa ka jira laakiin een institutions kima sida anigu wuxu rabay inaan wax badan u hagaajin mise picture ka weyn markaad aragtid wax badan dawladaha soo maray Abdulqaasim Salaal laga bilaabo ilaa iyo hadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu joogo waxaan aaminsan horta waxba hagaagay wax ma oran karno imisa sanadood weeye 20 ka sanadood ma oran karno wixda waxa jira waayo eeg anigu qaybta dhaqaalankaaga shaqeynaya qaybta dhaqaalaha waxaan aaminsanahay in laga soo wada shaqeeyay waqtigii Xasan Sheekh waxa bilowday debt relief-ka waxa bilaawday anigu bangiga dhexe baan 6 sanadood waxaan ka ahaa board member ana og hawshi iyo maaragtay juudigi naga galay bangiyadaasi system ma lahayn oo ma lahayn en license ma lahayn oo cilmi baadheen waxa wax ku riday wax ka soo saara maanta waxaynu haysanaa 10 bangi ama ka badan ogaalkay oo 10 ka bangi license la siiyo oo la baaro oo bangiga dhexe uu leeyahay karti looga boqo waxaan xusuustaa markii ugu horeysay warqad baa loo diray anigu 2014 kii baan u maleeynaa baan bangiyada u dirnay iska daana loo soo jawaabay xitaa juqey jaaqna looma oodan warqada hadda loo diro bangiyada 20 minutes bay kaga soo jawaabaan debt relief ku waa process socday oo waqtiga xitaa Xasan Sheekh la waday runtii qaangaarkiina uu hadda noqday hawl fiican laga gaaray kaabayaasha dhaqaalaha sideedaba waa wax badan oo anigu aan aaminsanahay markuu wadan ka soo baxayo en fail state en si en nabadgelyada peace building iyo in military la dhiso iyo in nabad la dhiso waxa qurux badan in nabad la dhiso waxyaalaha anigu aan tabay hadda waxa weeye nabadii baan aad loo dhisin hadii ma aragtay gobol kasta hadaad aragtay waxa leeyahay hebel hubu kansaday intaas oo ciidan buuqatay lama oranayo intaas oo dib u heshiisiinad baa la sameeyay intaas oo nabad peace building baa la sameeyay intaas oo reconciliation baa la sameeyay intaas oo tiiraaya bixina la sameeyay dadkii walaalaha waa run waxa lumay kalsoonidii baa Soomaalidu kala luntay awal intaad ka timaadid magaalada ugu dambeysa Hargeysa baad ilaa Ismaayo adoo Soomaali oo qofna ku weydiin qabiilkaaga baa meel kasta reerkaad u tagtid ay ku soo riyeynayeen imikana waxa laga yaabaa reerka dardaagooda dadkiina ay ku jiraan war horta kale inaga eega intaaba qolooyinka ha may wax yar marka waan fahmi karaa waxyaalo badan oo qabsoomin inay jiraan dastuurkii ma qabsoomin tira lama sameyn one person one vote kii lama sameyn laakiin waxaan runtii to be fair waxaan aaminsanahay xagga dhaqaalaha especially xagga kaabayaasha dhaqaalaha oo dhan maaha debt relief kaasi waxyaalaha aynu oran karno walaalkay wuxuu yiri sakariye waxa debt relief ka lagu degdegaya waa in deyn la qaato waa in laga fikiro horta wali ma heerka maaynaan gaarin 3 sanadood ama 2 sanadood kale inaga xiga inay Soomaalidu deyn qaadato waa runo qofka maanta deynta qaadanaya tii hore aba inuu inta leenayna loo cafiyay marka taa laftigeeda in laga fikiro inaynaan ku degdegin inaynu deyn qaadano laakiin waa condition loo baahan yahay debt relief in la sameeyo oo la inaga cafiyo hadda markii ugu dambeysay maalintii ugu dambeysay la inaga cafiyay laakiin processka dambe ee deyn dambe lagu qaadan doono waa mid Soomaali oo dhameeyay ka wada tashato oo deyn kale in soo gelis in sii gelisa maahe mid infrastructure ka dhista mid dariiqyada imika xamar laga tago ilaa iyo Boosaaso ilaa iyo Hargeysa dariiqadu waa jajaban yihiin 10 cishe qaadanayaan marka deyntaas oo kale deyn noqoto infrastructure ko kale in lagu dhiso wax muuqda dekedaha lagu dhiso airportyada lagu dhiso laakiin aan noqon in mid qof jeebkiisa gasha taas loo baahan yahay and I think that left together ficnaanta ay leedahay waa in laga fikiro waad mahadsanta en ugu dambeyn gabagabaan soo gaarayna maadaama aad ceed qoraxna in haysa en hadda doorasho lagu jiraa oo la wajahaya
إن واحد جرى مدحوين يال بدن أو أما هري حلال ضد أسوأ قبته أما مدحوينها هذا أما رئيس الوزراء هذا أما وزيرها هذا هي ضد عصب أو سياسة ضد عصب كل واحد واحد دون إن سدان لا دورن كره مدحوينه ضد كان هي ضد كان سمت بحية أو دفاعيسين تي وحكة جلا سومالي سوماليا هذا هذا السعودي إن دقاجين كره سياسة دي جدها هجاجين كره دفاعيسين تي أود سين كره daqaalihi sidoo kale tiyadan hagi kara oo salka u dhigi kara wax qabad muuqda oo dawladnimo ah oo lagu kalsoon yahay madaxweynaha isleedahay uu samato bixin kara oo shuruudahaas 2 iyo 2 iyo 3 ayaa looga baahan yahay oo dawladnimada saldhig u ah yaani warka hadda yaani oo suuqyaala ee gadmay ee hadda yaani oo public domain ka waxa la yeenkan waxa waa taqul hebla wadat wadan hebla wad qof qabta oo wadankaas wadata كان ما يملأه كان قدره وضعته وحنا عصاد مجال سوق قصعته والعرف ربنا اللي فيلا يودك السوق الآن يعني ساعدها أما بمالها أما بلا سوق صعده تاب مدوي لكن حلو بأمريكا أمريكا حتى تايدا لوكسوني هاي أي دك سوى حلو بهاي إني يفكران سيف فكران أمريكا وهاي فكران يعني ورتد كان العجها والعجها معنا لقول دورنا جوجية تدك الصومالي تاسكو نقدانا qaarahan dadku waxa dooranaya qaar ah waxa weeye yani boqolkan iyo halka qof oo dooranaya kala bar waxa dhigta la xogow dadintina yina suurtagal leh kala bar xogow dadintina noqdan ayaa macquul ah leeyahayba oo nabada nolosha nabada nolosha dib soo noqoto dad saas leeyihiin markii ku tir ku taanka iyo waxyaabaha public dhinaca saga riixa waxa la raba odayga Soomaaliyeed iyo gabadha Soomaaliyeed iyo ganacsada Soomaaliyeed iyo ma adeed Soomaaliyeed iyo wax garadka Soomaaliyeed had inay fikiraan oo macnaha waxa way grassroots level ee soo fikiraan ninka ugu horeeya baarlamaanka la geeynaayaba lagu doortaa lacag Soomaali ay leedahay in lagu maalgeliyo way oo lacag Carab ay laga keenay ama qalid laga keenay lagu maalgelinin markuu horeeyso oo macnaha qofka loo arko inuu yahay qof umada Soomaali anfacaya oo hadoo primarka waxa weeyaan la gadan kareen labo yaani qof markii baarlamaanka la doortay ka bacdi ay xabilaabanaya كان بيجي مركز بلابنا يا والرجال ما أنت بلحته أوتاجن ومعنا يعني وحوي حكومة يعني الحين أوتاجن مركزه كان بيجي كده بلابنا يا ويكلا 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 شكون سنة يعني عدة وفود جرين للأسرة تامرك وحوي وحلو بيا مركا دتك بلابنتيرين كواحد دورنا يا وحلا بلد واحد دورنا يا إن النقدان دت موادنينه ودل كودا يدت كودا أطرية ومركا أي دورتان نك ومدان يدل كان سمت بحين كراي دورتان وين دتك يسوي كل دورة العاج يسوي كل دورة وروحين ماني والكامن جو يعني العكتو يتجيسا وين وكنافيسا لكن وحكوريا الصومالي كورت الله أنت أنا أكون الله هاي دلك الصومالي أو حك كورة أو عنك شقينا هاي مدحوين يال بدن يريد الولاد زار يال بدن وحلا بدن لقوت يلا بدن قعمت كحيرة برلمانك يا برلمان تخيل هين هدي لك هنا وحد في ليس مدحوين هدوك وقف عن هدي لقوك هنا هدوك وقف عن تخيل أول نقطة أنا مركا ماشى دتك أوجدجينه معها مدحوينها يريز الزارح موجدجينه وروح أوجدجينه برلمان كان نمبر ون هرت نجاي عليه نمبر تو صومالي واحد دلي أوبابي وحتى الرئيس وزير حل دبانة صومالي حل هدي ربطه أولي بحل ربطه أي حل ربطه أولي بحرب إكبرنا يانو المهود النحيان حل دبانك حل دبانك يسوق أكاو وزير نبناك على جكينه هدول حل دبان سوقي وزير ربان حل دبان مذاك تبع مركز وحن هلينا برلمان أو بسايت إلى علينا يو أو إلى علينا يو إن الصعود كدولة ده إيه اللي حسابته كدولة ده إلى علينا أنا جم مدحوينه هنا الصومالي وبرلمانتيري وحواي أود بدن ملها رئيس الوزراء أود بدن له رئيس الوزراء هدي أوه هست برلمان تياله أو لش غينا مدحوينه حشمينا الدستور كنا أوه هست واتكنوكرات وزير ذي سي جاس ماشي ساكو في اللان كران ماشي مركز سرتك قرون سنتة وحكاس تدوا إيه ندم كان قدم كان لبعض walaalkay uu aad ugu calceliyo oo aad dhana lacag iyo fargelin adigoona dhisin fargelinna laga deeymay adigoona diyaar garowin qabiil 4.5 xuquuq qaybsanaysidna lacag bixin laga deeymay professor abdullahi baan intaas kaliya u sheega ma laga deeynaayo halka maxaan ku badbaadi karnaa aadina ya madaxweynuhuna ma ilaaha aniga muhiimad rajul wasaaran ila malax muhiimadu waxa ila leh nidaamkan hal ilaaliyo yaana loo keenin wasiir kibir badan oo xaldibaan ayaa loo keenin madaxweynuhuna baarlamaan
وكلا إلي كلا الربا إن لك يعني ملح وين البرلمان إلي كلا الله بار ودن كمرك للربا إنه العبره أما مسترد القياسية هو مركزه وحوية شقة أبورك دقال أبورك وحوية إن ودت كبع مشترك أسد أسو كبنيان أما سيستم كسيستم شروع ده حتى بع مشترك للصمينة يو كونتراكتس كي هذا عنتا وح أنت وحلليه هيدا وق نعذبه على كينيا وحلليه عنتا نعذبه وحاسي وح كم تهاي النجوى حن كوقي مني إن بدحوينا رئيس الوزراء برلمان سيستم كدولة ده أدمنت ده ده نويديني سي وها سيستم هوليستيكا أو وين أو كحنا أنت يقف بعشقة هلاي أنت يقف بعافمات هلاي إم سعيله بيا القضي تدك إم سهرادن إم س barku webigu ku fato dowlad xoogan oo ka hadas private community ba hadii jeer maalinka salaac baynu ururineyna si dadkii marka horta kaasi waa cabirkaas loo baahan yahay in arintan kaliya la dhigay siyaasada kaliya siyaasad ba muhiim laga dhigay iyo xildhibaan iyo ra'iisul wasaar iyo madaxweyne iyo baarlamaan laakiin waxaan rabaa dowladda dambe ee soo socota inay ka fikirto dadka waxa wax u taraya dadka milyaynta Soomaaliyeed ee gaajaysan ee dhibaateysan shaqaaburka u baahan caafimaadka u baahan biyaha hagaagsan u baahan horta taa waa in laga فكره نبدا ان مهول لسارو نبدا peace building in laga fikiro inta laga fikirayo in hub la ururiyo wax lagu sameeyo mid kale waxaan ku raacsanahay walaalkay hay'adaha markay isku dhex qasmaan oo in ay golihi wasiiradii iyo baarlamaankii iyo checks and balances-kii baa kala go'ay wa isku milmeen arintaas in laga taxadaro oo dhibaatada ay soo gaarsiisay imika in laga barto casharka soo dib aynu hore u soo baranay waa inaan dib ugu celin hadaynu dib ugu celinno waxa weeye inagoo aynu leenahay community kala in haysato oo international community ba fray inagu jira inagii baan israacsanayn kalsoonidii baa inaga maqan hadana hadii hay'adadeeni iyo constitutions keni iyo institution keni la rabay inay kala isbarbaacay jirin ayna isku xirnaan jirin oo rabaan inay oversight isku sameeyaan markuu qalad kan baarlamaanku galo inay maxkamaddu eelin karto madaxweynuhu haduu qalad sameeyo inay baarlamaanku xanibi karaan markay kulligood hal xabadood wada noqdaan oo midna aanu midna wax ku celin karin oo interest gaar ay ka wada dhaxayso haddii madaxweynaha ugu fiican adduunka la keeno madaxa uu buu ka wanaagsanaanaya ay hoos waa ku qurusnaanaya guud ahaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka kulanka xamdi waxaan sidoo kale u mahadcelinaya labada dhaktar ee barnaamijka igala qayb galayay doktoraysa hodan iyo dhaktar abdisamad abduhaab abdisamad iyo abukaate sakariye yuusuf intaanu dib hawada ugu kulmi doono sida iyo nabadgelyo